جمهور الاهلي لما بيحب حد بيعمل اي حاجه. يعني ايه الفرق؟ انت لعبت في انديه جماهيريه كبيره جدا، ايه الفرق ما بين جمهور الاهلي واي جمهور تاني؟ أعتقد أن جمهور الأهلي أقرب إلى ناديهم. الأهلي النادي يمثل لهم الكثير، وهم هو كدين لهم، وترى ذلك في تاريخ النادي مع الجمهور، وهم يدعمونه كثيرا. وأعتقد أن هذا الفرق الكبير، وهم أيضا صبورون، يصبرون على النادي ولكن يريدون الفوز، وهذا حدث في الكثير. فالنادي أعطى لهم الكثير من الفرص لأن يفوز، وهناك الجمهور مريح مع النادي ويحبه كثيرا، وهو والجمهور هنا يريد المركز الأول بس، هو المركز الأول بس. جمهور النادي الأهلي لا ينظر إلى أي مركز آخر، هو المركز الأول فقط. يعني لو أنت طلعت مثلا يعني ثالث العالم دي في كاس العالم الاخير للانديه، انت طلعت ثالث العالم، يعني مبسوطين. بس احنا دايما ده بجد على فكره، مش مجرد كلام بنقوله، هذه هي الحقيقه. ان جمهور الاهلي بيبص دلوقتي على حته تانية خالص. نعم هذا صحيح، وتستطيع أن تلمس ذلك في الشارع وأينما تقابل الجمهور، فهم يقولون يجب أن تفوزوا، يجب أن تكونوا في المركز الأول. وهذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة ربما، ولكن هو أيضا شيء جيد، لأننا نلعب لأن نفوز وأن نلعب لنحرز المركز الأول ليس الثاني. لن نكون مرتاحون لذلك، وهناك تحدي كبير لأن نصل إلى المركز الأول.